يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله تسعدوا معانا من خلال متابعتكم لينا. النهارده اكيد هنتكلم عن امور كتيره جدا تهم كل حضراتكم، اكيد هنتكلم عن النادي الاهلي وعن القادم سواء محليا او قاريا، واكيد كمان هنتكلم عن ابننا اللي مصيطنا واللي مشرفنا كروي رائع. صحيح. صباح الفل عليك طبعا في البدايه، وصباح الهنا والرزق على حضراتكم كده، ويوم جديد، ويبقى يوم نبداه بالتفاؤل ونقول يا رب ونسيب الباقي على ربنا. بس مهم جدا ان الواحد يسعى ودايما كده يبقى عنده هدف ويسعى ان هو يوصل له ويصر، لان الاصرار اصل كل شيء. انا دايما بؤمن ان البني ادم اللي ليه حلم وما بيصرش عليه عمره ما بيوصل له. بس طبعا لازم ننسى او ما ننساش عفوا فكره هنا توفيق ربنا قبل كل شيء. على كل حال كلامك كان منتهى يعني، او زي ما بيتقال كده، صح جدا، ان انت امبارح قعدت بتتفرج ماتش ورا ماتش ورا ماتش وبطوله ورا بطوله. وحقيقي الواحد لما بيتفرج سواء على الدوري الانجليزي او حتى على الدوري الايطالي او على الدوري الاوروبي بشكل عام، بتستمتع جدا انك بتشوف كوره بجد، بتشوف برده يعني لعب وملاعب واجواء. وانا امبارح اتفرجت بس سريعا كده يعني على جزء من الماتش بتاع ليفربول مع محمد صلاح، وجزء صغير برده من بتاع ابراهيموفيتش، وبعدين كان في بقى عندنا احنا ماتشات محليه برده. فيعني امبارح كان يوم كروي زي ما احنا بنتكلم، عظيم جدا. بس على كل حال قبل ما نبدا ونتكلم في كل ده، خلينا ننوه عن فقراتنا. هيكون فقره اولى معانا الاستاذه منى عمر، هي بتيجي معانا ضيفه كتيره جدا مع زملائنا مراسلينا، لكن هتكون منورانا في الاستوديو، هي الناقده الرياضيه بموقع يلا كوره. الفقره الثانيه اعتقد فقره برده مهمه، هيكون معانا دكتور علاء الدين احمد، هو اخصائي التغذيه العلاجيه، وهنعرف ازاي ممكن في الملف ده ازاي ممكن نخس بس بشكل سليم. فكره هنا انك تخس يا كريم برده باساليب غير صحيه بيعمل نتائج وحشه جدا على صحتك في اللونج تيرم، وفي نفس الوقت ناس كتير جدا بتقول لك انا برجع مره ثانيه للوزن اللي انا فقدته وبفتره اسرع. فالواحد ازاي يخس بس ما يزيدش تاني اللي هو خسه وفي نفس الوقت ما يضرش جسمه؟ ده هيبقى اصل الفقره الثانيه ان شاء الله مع دكتور علاء. يعني اعتقد هتبقى مهمه لينا احنا حتى، مهمه بشكل عام، لان فعلا في ناس كتير قوي بتعاني من هذا الامر، والبعض منهم بيلجا حتى لاجراء عمليه جراحيه بتبقى قاسيه جدا وبينتج عنها يعني عواقب كتير. عموما كل التفاصيل دي اكيد هنتكلم فيها في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. تعالوا بقى ندخل في سلسله الاخبار اللي احنا عايزين نقول لحضراتكم عليها. في البدايه، قررت رابطه الانديه المحترفه تاجيل لقاء الاهلي وايسترن كومباني الى يوم ان شاء الله 15 من مايو المقبل، يونيو المقبل عفوا. وأصدرت الرابطة بيان جاء فيه من منطلق حرص رابطة الأندية المحترفة ودعمها للنادي الأهلي بصفته ممثل للكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبناء على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته القادمة في الدوري العام مع فريق إيسترن كومباني والمقرر لها يوم 25 مايو الجاري، وأداء هذه المباراة بدون اللاعبين الدوليين وفي موعد لا يؤثر على جدول الدوري العام أو مواعيده، وكذلك موافقة مسؤولي نادي إيسترن كومباني على رغبة النادي الأهلي في تأجيل المباراة. فقد قررت رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل المباراة وإقامتها يوم الأربعاء الموافق 15/6/2022 الساعة 9 مساء على استاد السلام. وتؤكد رابطة الأندية المحترفة دعمها للنادي الأهلي في مسيرته ببطولة دوري الأبطال، متمنين للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية الفوز بالبطولة وإضافة بطولة جديدة للكرة المصرية. ده قرار محترم جدا، لان احنا بنتكلم انت في نفس الوقت مش عايز يبقى فيه ضغط على اللعيبه بتوعك. الاهلي بيمثل مصر تاني، الاهلي بيمثل مصر، هو الفريق المصري الوحيد اللي مشارك في هذه البطوله، فانت لازم تدي لحد ما المساحه للعيبه الفتره الكافيه ان هم يستعدوا لهذه المباراه. وده على فكره حاصل برضو في مع الوداد، يعني الوداد والرجاء كان عندهم مباراه كريم كانت يوم 25 اجلت ليوم 19/6، فده طبيعي جدا ان هو يحصل، بس حاجه اكيد محترمة. خلينا بقى نروح بعد كده لقرارات مهمة جدا لمجلس الإدارة، قلنا عنها امبارح أو نوهنا مع حضراتكم. النهاردة بقى هنستعرض أو أصلا نستعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه بالأمس زي ما كنا بنتابع، برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية خلاص لدوري الأبطال. وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي: الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا كانت التداعيات المقبلة، بنتكلم سلبا أو
وإيجابا. 2 دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة للسفر في المغرب لمساندة الفريق. على فكرة ناس كتيرة جدا وأصدقاء ليا وناس على فكرة حتى لو ما يعرفوناش بيقابلونا يعني ما يعرفوناش على المستوى الشخصي بيقابلونا بيسألونا عن فكرة إن هم إزاي ممكن يحضروا. فناس كتيرة جدا عايزة تحضر مع الفريق. إن شاء الله ده برضو يتم تسهيله الفترة اللي جاية ونعرف أكتر كمان تفاصيل إزاي أو آلية ده. ثالث حاجة كمان بنتكلم هنا 3000 جنيه هيكون عن كل فرد من المسافرين. اعتقد ده مبلغ يعني يعتبر رمزي جدا فاعتقد شيء كويس. على كل حال دي كانت يعني سريعا القرارات بس خلينا نروح نشوف القرارات بشكل اكثر تفصيلا من خلال الفيديو ده. هذه تحيه لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. نستعرض معكم نتاج ونتائج اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي المنعقد اليوم في النادي الاهلي بالجزيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب لبحث الترتيبات الخاصه بنهائي دوري ابطال افريقيا. استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام بها النادي وقام بالتصعيد واتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة. كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاد لجماهير النادي الأهلي، وعلى أن يقوم النادي بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية. وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام القليلة المقبلة. وعليه جاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي. أولا، الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة أن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ 4 أيام. ثانيا، قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع ما قيمته 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذه المبالغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. وحرص المجلس على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه. ثالثا، الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا مع الاتحاد الإفريقي فقط والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسؤوليها. أخيرا، تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأس بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني. هذه القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة الذي دعا إليه الكابتن محمود الخطيب اليوم بالنادي الأهلي بالجزيرة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المهمة الوطنية وأن يحقق البطولة 11 في تاريخه بإذن الله. كل أمنياتنا الطيبة لجماهير النادي الأهلي أن تبقي النادي دائما في المقدمة كما كانت. شكرا لكم. طبعا ده كان زميلنا شريف فؤاد ودي كانت القرارات. بنوضح تاني النقطة الخاصة بالمبلغ اللي النادي الأهلي بيخصمه أو مش هقول بيخصمه يعني اللي هو بيساند فيه الجمهور اللي عايز يروح من طبعا جماهير مصر والأهلي هيبقى بمبلغ 3000 جنيه. أعتقد ده كويس لأن التوتل يا كريم أنا برضو حسب معلوماتي نوع تقريبا هيكلف 14000 حاجة كده، فالنادي الأهلي هيتكفل ب 3000 جنيه. فدي برضو أو نقطة دعم كويسة جدا. أعتقد شوف بقى كم من الناس اللي هتروح، يعني هو هيبقى مبلغ
مش قليل، بس ده بيكون الى حد ما برضو رساله ضمنيه في فكره هنا احنا محتاجين الجماهير بتاعتنا. الجماهير بتاعتنا بتمثل حاجه كبيره جدا، وزي ما كنا بنتكلم ان هي ممكن تقلب تماما مباراه. فالدعم المعنوي بيفرق جدا جدا، خصوصا طبعا لما انت تكون بتمثل يعني نادي كبير او بتمثل حتى بلدك. فاعتقد خطوه جيده جدا 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 بالزبط. جدا ولفته طيبه اكيد من القائمين والمسؤولين في النادي الاهلي، لان الحقيقه لما نحسب الرقم على بعضه، نهاوند بتقول حوالي 14، قولوا 15 14 ونص 15 في الحته دي، فده رقم برده مش قليل، اخذا في الاعتبار على ان احنا بنتكلم في الاخر على رحله يوم واحد حتى ما فيهاش اقامه. ما هي دي. فكويس قوي ان يعني يبقى في دعم من النادي الاهلي، اكيد ده برده سهل مأمورية ناس كتير من اللي حابين يروحوا لمؤازرة الفريق. تعالوا بقى نتكلم على موضوع تاني. الكابتن محمود الخطيب كرم بالأمس المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة اليد رجال والثنائي المحترف رافائيل كابوتي وكاسيو ماركيز بعد طبعا مساهمتهم مع الفريق خلال المشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية المقامة بالنيجر، وده طبعا قبل ما كل واحد فيهم هيسافر إلى بلده لقضاء فترة الأجازة هناك. وتأكد بالفعل غيابهم عن حفل تكريم فرق اليد والسلة والطائرة الذي سيقام خلال الفترة المقبلة. طبعا التكريم ده ما فيش ذرة شك في أنه تكريم مستحق جدا بعد كل حاجة قدموها من جهد وعطاء، توج في النهاية بفوز الفريق بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب اللي هتقام إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. وأهدى كابتن الخطيب كلا منهم درع وعلم النادي. وبالمناسبة كمان إدارة النادي كانت قررت تكريم فرق النشاط الرياضي اللي حصلت على العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية كبيرة للاحتفاء باللاعبين وأيضا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية. وفي المقدمة بطبيعة الحال الفريق الأول لكرة السلة رجال اللي شارك فيه 5 بطولات وفاز بيها كلها وسجل رقم قياسي أكيد بيحسب للجهاز الفني ولكل اللاعبين. كمان الفريق الأول لكرة طايرة رجال فاز ببطولة إفريقيا الأخيرة التي كانت مقامة في تونس على مدار الأسبوعين الماضيين، والفريق الأول لكرة اليد رجال اللي فاز ببطولة السوبر الإفريقي وتأهل للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. حاجة تفرح وحاجه تشرف. بقول لك على حاجه تاني، دي هتبقى تحت بند الدعم النفسي او الدعم المعنوي. لما انت تكون تلاقي شخص او تلاقي جهه، بالذات لو انت بتشتغل مثلا وتلاقي الجهه بتقدر كل مجهود انت بتعمله، ده بيفرق طبعا جدا بعد كده في ادائك كمان. يعني الواحد بيحس ان هو لما انت مش بتستنى حاجه من حد، بس الدعم المعنوي لاي انسان، احنا بشر، بيفرق بشكل كبير جدا. اللي بيحصل ده شيء محترم جدا طبعا، وبيحصل في النوادي الكبيره. يعني لو جيت شفت لقطات زي كده هتلاقيها في النوادي الكبيره بس في العالم، هي اللي بتحصل هذا التقدير هذا التكريم لأي مجهود. طبعا احنا بنشوف رياضات المختلفة في النادي الأهلي مؤخرا حتى اللي ما كانتش بتحصد على بطولات في المواسم اللي فاتت ابتدت تقف على رجليها مرة تانية، حاجة بجد تفرح. فخطوة أكيد محترمة جدا من النادي الأهلي. خلينا نروح لحاجة محترمة أكتر كمان وأنشطة، هنا بنتكلم أنشطة لجنة تحديدا ذوي الهمم بالنادي الأهلي، نظمت بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية ورشة للسينما وتعليم السيناريو بس لذوي الهمم. فانت فاهم يعني ايه ان انت مش بس بتدعم هذه الفئه وبتقول لهم انتوا موجودين معانا، لا انتوا موجودين معانا وانتوا عنصر ايجابي وعنصر منتج، مش بس فكره ان انتوا بنخلي بالنا منكم او بنراعيكم او بتصعبوا علينا، مفيش حاجه اسمها كده. انت بتديهم فرصه حياه باشكال مختلفه. خلينا نروح نتابع. اجتماعنا الاول حطينا الخطه بتاعتنا، دايما احنا في اللجنه بندور على ايه هو الجديد، بنشوف ايه اللي ممكن نفيد بيه الاولاد ونوجه بيه رساله للمجتمع. فكان من ضمن الفكره او الفكره الجديده اللي احنا ازاي نعمل ورشه للافلام القصيره بحيث ان احنا نضرب منها 3 4 5 كده عصافير ببعض. يعني اول حاجه ان احنا ازاي نجمع الناس ان هم يكتبوا فكره او يكتبوا ازاي فيلم عن قصير عن ذوي الهمم. فبدانا ان احنا عاملين زي ورشه افلام قصيره، ازاي الكتابه، ازاي هتبقى الافلام والى اخره. لقينا في اقبال كبير جدا ما شاء الله، ده حاجه يعني مبشره. ابتدينا نقعد النهارده ان احنا اللجنه قعدنا مع الناس اللي هي حابه تكتب، حطينا افكار على المدى البعيد، احتمال نعمل اكتر من فيلم مش فيلم واحد،
ان شاء الله باذن الله قريب يمكن يكون الناتج دوت اللي احنا هنصور بعد ما نخلص فعلا الفيلم ده او بعد ما نكتبه يعني هنمثله هنصوره باعضاء النادي بالولاد بتوعنا. هيبقى رساله من اولاد النادي للمجتمع بره بحيث ان احنا زي ما احنا بنفكر من السنه اللي فاتت اللي احنا نعمل مسرحيات ونعمل فكر جديد وندخل الاولاد مش بس يكون نشاط رياضي يكون فيه نشاط فني وثقافي بكمان ندخل معاهم اللي هي الافلام وازاي نقدر نوصل للمجتمع بفكره صغيره كده توصل بالمجتمع بشكل سريع. يعني احنا بعد ما اشتغلنا مع الولاد في مسرحيه ذوي الهمم السنه اللي فاتت قلنا ان احنا لا الولاد دول مش بس عايزينهم يكسبوا خبره المسرح نكمل معاهم مسرح ونعمل حاجه جديده. فابتدينا نفكر ان احنا نعمل سلسله افلام قصيره هم يقوموا ببطولتها وفي نفس الوقت تناقش القضايا الخاصه بيهم ونشوف وجهه نظرهم في الحياه وهم محتاجين ايه وايه المشاكل اللي بتواجههم وازاي نقدر ندعم ذوي الهمم لان هم يحتاجوا كل دعم بكل اللي بيملكوه من حب وطاقه وايجابيه فاحنا محتاجين نظهرها للناس. بعض الناس ما بيعرفش يتعامل معاهم بيبقى شايف ان في مشكله في التعامل معاهم. احنا عايزين في الافلام دي ان احنا نبدا نشتغل على الموضوع ده. فاجتمعنا وعملنا الاعلان واجتمعنا مع لجنه ذوي الهمم في النادي علشان نبدا نحط الافكار. فكان النهارده يوم مصبر جدا وجميل جدا وتم طرح افكار غايه في الجمال والروعه ان احنا ان شاء الله هنبدا من الافكار دي نكتب قصص ونكتب سيناريوهات بحيث ان احنا نعمل مجموعه افلام وسلسله افلام زي ما قلت لحضرتك يقوم ببطولتها الولاد دول وتناقش قضاياهم وهيبقى بكل فرع للأفلام الخاصة بأولاده هيقوموا ببطولة الفيلم بتاعه حيث أن نشارك كل الأعضاء المشتركين وكل الأولاد ذوي الهمم في كل فروع النادي إن شاء الله. لجنة ذوي الهمم دي من أهم اللجان في النادي الأهلي اللي كل المشتركين فيها بيحبوها جدا وبيحبوا التعامل مع الأطفال دول قوي وإحنا بنتعامل بحب جامد جدا في المجال دوت وكل واحدة ليها في المجال أو كل عضو ليه تجربة في المجال دوت عشان كده اختار إن هو يبقى من أعضاء لجنة ذوي الهمم. والحقيقه احنا كنا عملنا مسرحيه او انا ما حضرتهاش كان نفسي طبعا احضرها اتعملت مسرحيه السنه اللي فاتت وكانت ناجحه جدا والحمد لله نالت نجاح جامد جدا ومن ذوي الاحتياجات الخاصه وعشان كده حبينا نكرر التجربه ديت بس بافلام قصيره بقى قلنا نختار ثلاث افلام قصيره فاحنا عملنا ورشه بنختار منها ثلاث افلام طبعا بالتعاون كل الاعضاء توزيع الهوام كل واحد بيقدم قصة وبيقدم سيناريو لأن كلنا كل واحد ليه يعني متخصصين في حاجة معينة في المتخصص في كتاب السيناريو في المتخصص في القصة القصيرة فبنحاول نساعد بعض ونطلع أحسن حاجة نطلعها للنور بقى للأولاد دول. تعالوا بقى حضراتكم نروح للعظمة اللي حصلت امبارح في الدوري الإنجليزي. يعني إيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده وإيه المتعة دي وإيه المنافسة الشديدة القوية العظيمة دي لغاية آخر ثواني في النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي. طبعا شفنا إن الدوري راح يعني وجه من مدينة مانشستر لمدينة ليفربول أكتر من مرة طول الفترة اللي فاتت. امبارح عشنا كلنا في عالم افتراضي رائع في كرة القدم. شفنا يعني شيء أقرب ما يمكن إن هو يعني يتوصف بإنه ضرب من ضروب الخيال. صحيح مانشستر سيتي كسب الدوري لكن الحقيقة ليفربول عمل الموسم ده موسم تاريخي وصل من خلاله للنقطة 92 بفارق نقطة واحدة بس عن المان سيتي اللي كسب البطولة بعد سيناريو أغرب يعني من الخيال. كان متأخر أمام أستون فيلا ب 2-0 لغاية الدقيقة حوالي 76 وفي نفس الوقت كان ليفربول كان متقدم على منافسه. قلنا بس احلوت والدوري عند ليفربول وابننا هيزقطط الى اخره لغايه يا حضرات في اخر 10 دقائق تقريبا كان مان سيتي متعادل بالفعل ثم تقدم وانتهت هذه المباراه بنتيجه 3-2 وبطبيعه الحال توج بالتالي بطلا للبريمير ليج بعد لقاء عصيب جدا. بص ده ياكد لك تاني نظريه ان مفيش حاجه مضمونه في كره القدم طبعا اخر مفيش ابدا لا توقعات ولا تقول لا ده اقرب للبطوله ولا ده اقرب ولا اللاعب ده احسن من اللاعب ده مفيش الكلام ده خالص. وامبارح زي ما كاين بيتكلم انت خلاص انت بتتفرج اللي هو ايه تكمله واجب يعني على بال ما المباراه تخلص بس كل الشواهد بتقول ان ليفربول هو اللي هياخد خلاص يعني الدوري الانجليزي بتاع ليفربول. سبحان الله الارقام ازاي بتتعمل بس على كل حاجه على كل حاجه ازاي على كل حال تمشي برضه واي نوت
تفت يعني لا حقيقي كان موسم جامد جدا، كانت منافسات قويه جدا في الدوري الانجليزي تحديدا لو هنركز معاه. ويمكن احنا كنا في البدايه برضو خايفين محمد صلاح ان هو يعني يفقد لقب الهداف وجائزه طبعا الحذاء الذهبي، لكن نقدر نقول الحمد لله يعني رغم ان ليفربول مش هو اللي فاز لكن صلاح قدر ان هو يفوز ويسجل امبارح، وكمان طبعا المنافس الشهير ليه على اللقب يعني سون اللي سجل هدفين مع توتنهام عشان يتقاسموا هنا كريم بقى اللقب والجائزه بالرصيد تحديدا 23 هدف لكل منهم. كمان حصد صلاح لقب افضل صانع العاب في الدوري بعد صناعته ل 12 يعني هدف او عفوا 13 هدف. والحقيقه كمان نقدر نقول اللي بيعمله صلاح ده يا جماعه مش انجاز عادي، يعني بجد صعب ان هو يتكرر من اي لاعب تاني بنتكلم عربي او افريقي تحديدا. اللقب ده يعني فكره رقم 3 في تاريخ صلاح ده اعتقد حاجه كبيره جدا وانجاز يعني هو انجاز ممكن ان هو يكرر بس هو حاجه يعني تسعدك جدا، حاجه المفروض انت تكون فخور بيها جدا، فشيء محترم. ومش فكره بس هنا احنا السعداء بيه او فخورين بيه، احنا دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم خلال دقيقه يعني الناس قالت ايه على تويتر على السوشيال ميديا، الصحف الانجليزيه كيف تحدثت عن محمد صلاح، حاجه فعلا مشرفه. انت من شويه مش عارف كنا بنتكلم على ايه، فانت قعدتي تتكلمي شويه حلوين كده عن الاصرار والعزيمه والى اي درجه الواحد لما بيتمسك بالحلم. انت بتتكلمي انا شايف قدامي صوره محمد صلاح ينطبق عليه كل حرف انت قلتيه. بتفق معاك كريم، وكل واحد بقى يطبق ده في شغله وفي حياته يعني في كل مجالات حياتك. انت لو عندك اصرار هتلاقي نفسك بتوصل، يعني مع اي حد في بدايه شغله، احنا في بدايه شغلنا يعني شوف انت كان بدايتك ازاي. انا بدايتي كان دراعي اللي بيطلع، الواحد بيجتهد، الواحد بيسعى، الواحد فعلا بيروح وبيعلم نفسه بره حتى الشغل، بتقعد تاخد كورسات بتعمل حاجات. انت لو عندك حلم لازم هتوصل له، ولسه فده اللي في الاول وفي الاخر ربنا بقى بيوفقك على اساسه. لما ربنا بيلاقي البني ادم بيسعى بيوفقك على اساسه. محمد صلاح قصه نجاحه وزيه طبعا كتير. محمد صلاح جاي من محافظه متواضعه ومجال متواضع زي ما حضراتكم عارفين، انا مش بقول حاجه جديده بس انا بدي مثل، وبعدين اصبح واحد من اشهر نجوم كره القدم في العالم. واحد تاني مكانه ممكن يقول لك يا هو انا اوصل لده ازاي، مفيش حاجه اسمها كده، اسعى وسيب الباقي على ربنا. ده اللي انا اعرفه وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنحسه مع ربنا. فلا حاجه محترمه بصراحه. يمكن امبارح كلنا يعني كلنا واقصد بيها مش المصريين والعرب وكتير كمان من الناس اللي يعني في القاره كلهم كانوا يعني حاسين فعلا بفخر كبير جدا وبسعاده غامره. يمكن الحاجه الوحيده اللي عكننت شويه السعاده دي هي ان محمد صلاح نفسه وهو بيستلم الجائزه كان الى حد كبير متجهم، لان هو طبعا اكيد حزين على فقدان لقب الدوري. يمكن حزنه على فقدان اللقب الدوري كان اكبر بكتير بشكل واضح يعني من فرحته بالجوائز اللي حصل عليها. في كل الاحوال احنا بنتكلم على شخص ملهم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبالمناسبه اعتقد كمان ان نجاح محمد صلاح في انه يفوز بالحذاء الذهبي اكيد ده هيرفع من اسهمه طبعاً في الفوز بالكره الذهبيه، ودي طبعا حاجه تسعدنا كلنا يمكن اكتر من مو صلاح شخصيا. لكن عشان ده يحصل اكيد مطلوب ان هم يفوزوا بلقب دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد في موقعه يوم السبت القادم ان شاء الله، واللي كلنا بندعي له عشان ربنا يكرمه في هذا اللقاء. عجبني كمان جدا يعني لقطه محمد صلاح مع زوجته وبناته في ملعب انفيلد لما نزلوا عشان ياخدوا مجموعه من الصور التذكاريه مع الجماهير، وكمان الصوره الحضاريه اللي ظهر بيها الحقيقه كل لعيبه الدوري الانجليزي في كل المباريات بعد نهايه الموسم. يعني حاجه محترمه جدا وشيء كده في رقي بشكل انا بتفق معاك. تعال بقى نشوف الرقي الاخر. الصحف الاجنبيه قالت ايه. تعال سريعا نروح لاكسبرس، صحيفه اكسبرس الانجليزيه بتقول صراع محمد صلاح وسون على لقب الهداف انتهى بمناصفه الجائزه بين الثنائي، واوضحت ان النجم الكوري الجنوبي حقق حلم طفولته بالفوز بالجائزه. صحيفه اندبندنت برضو بتقول صراع الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي 2022 محمد صلاح وسون يتشاركان الجائزه. كمل يا كريم. شبكة ESPN العالمية بتقول أن محمد صلاح وهيونغ مين سون يتشاركان جائزة الحذاء الذهبي، وذلك بعد موسم أكثر من رائع من الثنائي بتسجيلهما 23 هدف على مدار المسابقة. صحيفة الدسان الإنجليزية عنوانت يعني المقال اللي نزل فيها الرئيسي بأن محمد صلاح وسون يتشاركان الحذاء الذهبي بعد تسجيلهما 3 أهداف في اليوم الأخير المثير من الدوري الإنجليزي.
اخر حاجه ديلي ميل برضو دي صحيفه عريقه هناك طبعا، لحظه عاطفيه بتحقيق حلم الطفوله، سون لا يصدق فوزه بجائزه الحذاء الذهبي بعد ان تشاركها مع محمد صلاح، وكان في تقرير طبعا على الصراع على هذه الجائزه، وبفكره هنا كانوا جايبين يعني رحله محمد صلاح وايضا سون، ان هو بالنسبه له خلي بالك برضو ده قصه نجاح اخرى، يعني ده كان حلم كبير طبعا. ومر برضو بظروف كتيره جدا طبعا. ما هوش حد برضو جاي من بيئه ووضع يعني مرتاح قوي. خلينا نروح للتويتر، ممكن نروح تويتر يا كريم سريعا برضو. طبعا هنا بقى هتلاقي ايه العرب والمصريين قد ايه برضو كانوا فرحانين. محمد هنيدي طبعا النجم محمد هنيدي حاطط صوره محمد صلاح بيقول مبروك لفخر العرب. لو عندنا التويتات يا جماعه ايوه يا ريت نعرضها. يعقوب السعدي طبعا يعني الاعلامي الكبير، مو صلاح اثبت انه لا شيء مستحيل ولا بعيد، ده اللي احنا لسه كنا بنقوله، جاء فحمل في كفيه عيد صلاح الافضل في انجلترا والهداف، لكنه لدينا لحن وغناء وهتاف. كابتن ضياء السيد بيقول انفيلد كله بيحتفل بالعظيم محمد صلاح، تستاهل يا ابني انت استثنائي، وهو فعلا فعلا شخص استثنائي بكل ما تحمله كلمه من معنى. كابتن هاني رمزي بيقول كره القدم الحقيقيه الاثاره والمتعه تساوي الدوري الانجليزي، مبروك الاسطوره الهداف وافضل صانع اهداف نجمنا المصري مو صلاح. بصوا انت ممكن تعرضوا بقيه التويتات واحنا بنتكلم كده، بس يعني ده جزء من طبعا الناس او زي ما اتقال بابليك فيجرز اللي كتبوا عن صلاح، وده تاني ده جزء غير بقى التويتات من مختلف انحاء الوطن العربي، غير التويتات من مختلف انحاء العالم. حاجه كانت امبارح يعني زي ما تقول احتفاليه، فمبروك يا صلاح ومزيد من التألق، اكيد الواحد بيبقى فرحان باي مصري ان هو بينجح في الخارج. طيب عندنا ايه بقى تاني نتكلم فيه؟ والله انت شايف ايه؟ انا شايف اللي بصي ما تيجي نتكلم شويه عن اللي حصل برضو في الدوري الايطالي. تعالوا نروح للدوري الايطالي. بص بقى الجو العامل اللي ممكن يتقال، لان طبعا امبارح زي ما حضراتكم عارفين لا دي كانت مفاجاه بمعنى الكلمه مفاجاه، فكره رجوع الميلان مره ثانيه بطل طبعا لايطاليا بعد غياب، وقلنا الكلام ده امبارح 11 سنه بالتمام والكمال زي ما بيتقال، لا دي كبيره جدا. اي سي ميلان نادي عريق جدا في ايطاليا وفي اوروبا، وطبعا كان في اسماء كتيره جدا بيضمها زي مالديني، يعني لو حضراتكم فاكرين طبعا وهو عانى من ازمات يا كريم اداريه وبيع للنادي الاكثر يعني من مستثمر، لغايه ما زي ما بيتقال كده اتعدل شويه الحال مع الاداره اللي هي الحاليه طبعا الموجوده مع الاسطوره اللي انا من وانا صغيره بعشقه باولو مالديني. يعني انا فاكره رقم التيشيرت بتاعته 3، انا كنت بحبه جدا وانا صغيره، وطبعا بحب ابراهيموفيتش برده بالمناسبه، لكن يعني مالديني نجم كبير جدا حقق عديد من البطولات مع اي سي ميلان. برضو بنتكلم هنا عن ابراهيموفيتش ان هو يرجع اللقب مره ثانيه، فاعتقد دي حاجه عظيمه جدا. الناس امبارح كانت او مشجعي الميلان تحديدا كانوا مبسوطين جدا جدا، ده كان حلم لابراهيموفيتش باي ذا واي وحققه، وزي ما كنا بنتكلم امبارح هو كان ملمح ان هو لما يكسب مع الميلان خلاص ربما هيفكر في الاعتزال يعني. ف لا كان ماتش فعلا حلو جدا ودوري حلو جدا، دوري حلو. عارف كمان حلاوته في ايه؟ ان انت لما ابتدى الدوري الايطالي تحديدا انت ما كنتش عارف مين اللي كفته راكحه، وقعدنا نقول لا الميلان شويه يقرب وشويه يبعد، في الاخر ادي اللي حصل. فمبروك على الناس مشجعي الميلان، انا منهم بصراحه، فلا كان دوري جميل. طيب دي كانت فكره مبدئيه حضرات، التفاصيل بقى عند الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتور، اهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، اهلا بيك استاذ نعوان، صباح الفل عليكم. صباح الخير يا دكتور، كنت فين امبارح يا دكتور كلمناك؟ والله انا كنت مستني التليفون بس مش عارف الشبكه بقى كانت فيها مشكله ولا ايه، ما لقيتش التليفون رن. عكوسات بس النهارده حظنا حلو قدرنا نسمع صوت حضرتك. طبعا عايزين نعرف منك بقى يا ترى ان شاء الله المتوقع ايه في درجات الحراره وفي الحاله الجويه العامه يعني على مدار الايام القليله القادمه انتهاء بالويك اند كمان. يعني احنا كنا قايلين ان هيكون في انخفاضات في درجات الحراره سبت وحد، والامور كانت فيها نشاط رياح وكان الجو لطيف شويه. النهارده الاجواء بتبدا في الارتفاع في درجات الحراره سواء على شمال البلاد او على جنوبها، هيكون ارتفاعات تدريجيه حتى نهايه الاسبوع، بتبدا على القاهره ب 31 من النهارده وتنتهي على القاهره يوم السبت مع بداية الأسبوع القادم ب 35 و 36. ارتفاعاتها هتبقى تدريجية كده خلال الفترة اللي جاية، هنلاقي الطقس مشمس بشكل واضح خلال فترات النهار، بقدر الإمكان نتجنب التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة. يبدأ مع دخول الليل تنشط الرياح وتنخفض درجة الحرارة بشكل سريع،
ولا تشعر برضو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة أو الفرق الكبير في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى اللي بيزيد عن 10-15 درجة. يعني أسبوع نقول حار خلال فترات النهار وما بين لطيف ومائل للبرودة في فترات الليل في طبعا القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد. جنوب الصعيد هنا الأقصر أسوان الوادي الجديد تبدأ من نص الأسبوع تبدأ درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة، تصل إلى 41 و42 درجة في النص الثاني. خد 46 يعني هي فرقت. لا تفضل يعني يا دكتور. السواحل الشماليه يعني الاجواء الى حد ما الطف طبعا من باقي محافظات الجمهوريه نظرا لوجودها على الساحل، فهي تعتبر الملاذ لينا كلنا خلال فتره الاجازات ان شاء الله. طب احنا الفتره اللي فاتت كنا برضو ايه يعني الى حد ما نقدر نقول ان احنا كنا في اجواء ربيعيه، لكن بالنسبه بقى للدخول الرسمي للصيف بحرارته اللي غالبا بتتراوح ما بين 39 وحضرتك طالع، وطبعا حضرتك ادرى مني بكتير، هنوصل امتى بقى للمرحله دي؟ تبتدي معانا امتى اللي هي الحراره الشديده ليل يعني ونهار؟ ان شاء الله الصيف بقى النص الثاني من شهر 6، بس يعني احنا اللي منتظرينه فعلا استاذ كريم واللي بنقلق كلنا منه زياده نسب الرطوبه، هو ده العامل المؤثر اللي بيضايقنا كلنا. ولو احنا لاحظنا يوم السبت والحد رغم ان احنا قلنا في انخفاض في درجه الحراره واللي وصلت الى 28 و29 درجه، الا ان ارتفاعات نسب الرطوبه ما ادتناش الاحساس ان في انخفاض زي ما كان في كلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. والانخفاض برضو اللي قالته هيئه الارصاد الجويه ان هيكون حوالي من 4 إلى 5 درجات، حصل الانخفاض بالفعل لكن ارتفاع نسب الرطوبه ما اشعرتناش او ما خلتش المواطن يستشعر الانخفاض اللي كان متوقعه مع بدايه الاسبوع. طبعا عندي سؤال لحضرتك دكتور محمود لو تسمح لي، لو حد عايز يروح اسوان مثلا، حضرتك بتتكلم ان هي 41 و42 وحاجات زي كده، هل ده يعني ما فيهوش مشكله لو حد سافر ولا الصبح ما ينفعش احنا نتعرض لشمس بشكل يعني خلينا نعرف من حضرتك برضو نصايح. هو بقدر الامكان طبعا اللي بيحاول يتجه لمحافظات شمال او جنوب الصعيد يكون فترة الصبح بدري جدا قبل الشمس، قبل ذروه ارتفاع درجه الحراره اللي هي وقت الظهيره، او في فترات الليل ده وقت السفر الانسب، لان طبعا عدد ساعات السفر بتكون طويله في هذه المناطق. بقدر الامكان نكون يا اما الصبح بدري جدا قبل الظهر نكون واصلين هناك، او بعد العصر نبدا نتحرك في فترات اللي هي تبدا تنخفض فيها درجه الحراره. اثناء تواجدنا هناك بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس فتره طويله لان ارتفاعات درجات الحراره هناك بشكل كبير. لكن هناك نسب الرطوبه منخفضه جدا جدا، فالاجواء في الاماكن الظليله مع تشغيل بعض المراوح بتلاقي الاجواء ممتعه جدا ما فيهاش اماكن. جميل. شكرا ليك جدا دكتور محمود. عفوا طبعا. تعرف الفتره دي الناس بتسافر قبل الساحل بيروحوا بقى اماكن مختلفه، مثلا اسوان، ممكن الاقصر، ممكن الغردقه، انت كنت في الغردقه صح؟ الجونه، الاماكن دي بتبقى الفترات دي، بعد كده بقى الساحل الشمالي. فكان مهم برضو نطمن لان فكره 42 هو العادي ده هناك، بس برضو هتبقى صعبه لو في كبار سن، لو في اطفال يعني. ده 42 دلوقتي؟ ده لسه اتفرجي بقى الشهر الجاي واللي بعديه شهر 8. ده سبحان الله، انا بكره الصيف ومولوده في الصيف. انت بقول ملهاش علاقه ما اعتقدش ان هي يعني لا ملهاش علاقه اكيد يعني، بس يعني مش بالضروره يكون انت شهر 9 مش انا 9 بالظبط كده، بس انا يعني عموما لو الكلام ده حقيقي فهو ينطبق عليا، لان انا بحب الشتاء ده طبعا زي ما انت عارفه اكتر مليون مره من الصيف. على كل الاحوال ادينا خدنا فكره مبدئيه عن الجو هيكون عامل ازاي ان شاء الله على الاقل خلال الاسبوع ده باذن الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان عندنا كلام كتير واخبار كتير وتغطيات كبيره عايزين نستعرضها مع حضراتكم، خليكم معانا. دكتور رانيا واحدة على تويتر لسه بعتت دلوقتي على الصفحة بتاعت البرنامج يعني 10 الصبح في الأهلي، بترد على اللي احنا كنا بنقوله قبل الفاصل على طول في فكرة ان انت تبقى مولود في فصل معين وتحب فصل تاني. فمش عارف بقول لك غريبة، طلعت غريبة فعلا ليه بقى؟ هي بتقول لي لا بالعكس، اي حد بيتولد في يعني لما انت بتتولد في فتره معينه بيبقى تاخد خصائص شويه من الفتره دي، يعني أوكي. مثلا الناس اللي بتحب الصبح ليها خصائص، الناس اللي بتحب بالليل، ده علم كبير بقى. سبحان الله، ده علم كبير، موضوع كبير جدا. صحيح. بس لا اصل انا سمعتها قبل كده والله، يعني بيبقى ليهم دول خصائص، والناس اللي بتحب الصيف بيبقى ليهم شخصيه معينه وحاجات بيحبوها، والشتاء والعكس، فاهمني؟ قد يكون يعني. قد يكون، يلا مش مشكله، خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين. ورستنا هنا ابو القاسم من مقر نادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي وسامعينك انا وكريم، اتفضلي.
يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا الفريق مستمر في الراحة السلبية اللي كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد طبعا انتهاء مباراة إمبي واللي انتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 2-1. الفريق هيستأنف تدريبات، وغدا التجمع هيكون الساعة 4:30 والمران هيبدأ الساعة 5:30، ونبدأ بقى الاستعداد إن شاء الله لمباراة فاينل دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون أمام الوداد المغربي. يعني طبعا رجال النادي الأهلي دايما حقيقة بيظهروا في المباريات الكبيرة، بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يتوجوا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. على الجانب الآخر بقى اللاعبين المصابين طبعا امبارح استأنفوا تدريباتهم التأهيلية، النهاردة كمان هيواصلوا التأهيل استعدادا للمرحلة القادمة. يعني طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل، إن شاء الله كمان عندنا أمال كبيرة جدا إن هم يقدروا يلحقوا بمباراة الفاينل ويدعموا صفوف الفريق. كمان ناشئين 2006 توجوا ببطولة الجمهورية، ده طبعا بعد فوزهم على فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة. الحقيقة ان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يحرزوا 3 أهداف، كانوا مسيطرين طوال المباراة. يعني احرز الهدف الاول اللاعب محمد رضا، الهدف الثاني اللاعب يوسف اسلام، والهدف الثالث اللاعب ابراهيم عادل، عشان بقى يرفعوا نقاطهم ل 73 نقطة ويتوجوا ببطولة الجمهورية للموسم الثاني على التوالي. يعني طبعا بارك لهم وبتمنى لهم مزيد من التألق. يعني دي أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى ونبدأ من كرة الطائرة. سيدات كرة الطائرة طبعا امبارح فازوا على فريق واك الغاني في بقى افتتاحية بطولة الأندية الأفريقية، حين هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يعملوا كامباك. يعني فريق الواك كان تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-23، لكن فتيات الذهب قدروا يعدلوا النتيجة ويفوزوا في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، الشوط الثالث بنتيجة 25-9، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 25-11، عشان بقى يفوزوا في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. كمان يعني طبعا مجموعة النادي الأهلي هي مجموعة الرابعة، بتضم طبعا النادي الأهلي، الواك الغاني، الجمارك النيجيري، والأنابيب الكيني. كمان خلوني أقول لحضراتكم مباريات النادي الأهلي. طبعا أمس كانت المباراة الأولى زي ما قلت أمام الواك الغاني، النهاردة هيكون عندهم المباراة الثانية أمام فريق جمارك النيجيري، وغدا هتكون المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام فريق الأنابيب الكيني. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله كمان يتوجوا بالبطولة زي ما فريق الماسترز عملوها في النادي الأهلي، إن شاء الله كمان فريق فتيات الذهب يحققوا البطولة الإفريقية. أخيرا بقى نروح للعب التنس الطاولة. النهاردة رجال تنس الطاولة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة 7 مساء استعدادا بقى طبعا للدورة المجمعة الثانية في بطولة الدوري، هتكون منافستها من يوم 30/5 حتى يوم 1/6. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني أفكر حضراتكم أنه رجال تنس الطاولة حققوا العلامة الكاملة والفوز في جميع المباريات في الدورة المجمعة الأولى، إن شاء الله كمان يقدروا يفوزوا في جميع المباريات في الدورة المجمعة الثانية ويفوزوا كمان ببطولة الدوري. يعني أنا هوندو يا كريم، دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية المختلفة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا على التغطية المتميزة منك، أنا شكرا لك. الواحد وحش النادي. أنت بتروح ولا أنت بتروح؟ أنا لسه كنت بتروح عشان الجيم. لا أنا وحشني النادي والله، عايزة أروح. طب ما تيار. عايزة أروح الأسبوع ده، يعني ما روحتش من ساعة الفطار بتاع رمضان، كان من فترة بقى. أيوة صح. فطار رمضان. أيوة صح. كان آخر 10 أيام تقريبا. طيب نروح بقى للصحافة الرياضية يا حضرات، هنروح تحديدا على مقر جريدة البوابة نيوز، موجودة هناك زميلتنا العزيزة مريم سميحة عشان تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في عالم الصحافة. صباح الفل عليكي. وطبعا من ضمن أهم الأخبار اللي أنتي أكيد بصدد أن أنتي تقوليها لنا، السيطرة المصرية الشبه كاملة، مش شبه، هي كاملة على بطولة العالم لسكواش رجال وسيدات. عرفينا بقى التفاصيل يا مريم، صباح الفل عليكي، اتفضلي. مظبوط يا كريم، لكن خليني الاول اصبح عليك، بصبح عليكي طبعا يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد، جوله صحفيه جديده من داخل مقر بوابه نيوز، والحقيقه ان الخبر اللي انت اتكلمت عنه يا كريم هو اول خبر معانا طبعا اكيد، لان من الضروري ان احنا نبدا بيه، لان زي ما انت قلت بالظبط هي سيطره كامله على بطوله العالم للسكواش. وعنواننا الاول من موقع في الجول، علي فرج يتوج ببطوله العالم للسكواش للرجال، ونور الشربيني تتوج بلقب السيدات. طبعا توج علي فرج
يتفرج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي. ده طبعا زي ما احنا شفنا وعارفين ان اكيد بطولة العالم للإسكواش كانت بتقام في متحف الحضارات في مصر، وطبعا يعني فاز علي فرج في المباراة النهائية على محمد الشرباجي بنتيجة 3-2. وبهذا الرقم او بعد فوز علي فرج بثلاث ألقاب، الحقيقة ان هو عادل يعني يمكن عاشور في عدد الفوز بالألقاب، لان عاشور ايضا فاز بثلاث ألقاب، واصبح علي فرج على بعد لقب واحد فقط من عمرو الشرباجي او عمرو شبانه عفوا، وهو الاكثر تتويجا بنتيجه اربع القاب. وعلى مستوى النساء ايضا فازت المصريه نور الشربيني باللقب للمره السادسه في تاريخها وللمره الرابعه على التوالي، وفازت في المباراه النهائيه على المصنفه الاولى عالميا طبعا نوران جوهر بنتيجه 3-1. وبعد هذه النتيجه او بعد فوز نور الشربيني اللقب السادس في تاريخها، أصبحت نور الشربيني على بعد لقبين من معادلة طبعا يعني الرقم القياسي من نيكول ديفيد وهي الماليزية، وهي طبعا اللي فازت في تاريخها بثمان ألقاب. من البوابة سبورت، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية. تجرى الاستعدادات على قدم وساق داخل اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية للعمل طبعا بجدية، وده طبعا بعد أو عقب الإعلان عن استضافة مصر بشكل رسمي للبطولة العربية رقم 22 واللي هتقام طبعا في عروس البحر المتوسط أكيد الإسكندرية، وطبعا هتقام في الفترة ما بين 28 حتى 31 يوليو 2022. ده طبعا بالمدينة الرياضية الشبابية بأبو قير تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأيضا محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف. وأعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام عن استضافته طبعا الكبيرة والبالغة أن تكون البطولة العربية رقم 22 هتقام على أرض مصر وتحديدا في مدينة الإسكندرية وتحت طبعا أكيد قيادة محافظة الإسكندرية. كمان قال ان هو يعني هيسعى كرئيس الاتحاد ان تكون دي اقوى بطوله عربيه بتقام على ارض مصر ويعني على مستوى جميع البطولات العربيه التي اقيمت خلال السنوات الماضيه. واشار فهيم ايضا انه قد تم توجيه الدعوه لعدد كبير جدا من الاتحادات العربيه بالاستعداد، ويعني الحقيقه ان اغلب هذه الاتحادات ابدت سعادتها واستعدادها ايضا للمشاركه في هذه البطوله واللي هتقام على أرض مصر. وكمان يمكن الموافقة المبدئية يعني يمكن عادل فهيم قال أنه من الممكن أو المتوقع أنه يشارك 18 اتحاد أو 18 دولة عربية على الأقل، وأنه هيكون هناك مفاجآت عديدة وكبيرة جدا هيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. من اليوم السابع أكثر 10 أندية تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي بعد إنجاز مانشستر سيتي. طبعا زي ما احنا شفنا كلنا يعني قصد الاستطار على البريمير ليج لموسم 2021-2022 واستطاع مانشستر سيتي أن يفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ده طبعا بعد يعني الفوز على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت أمس الأحد. والحقيقة يعني أن قدر مانشستر سيتي أن هو يفوز بلقب الدوري بتحقيقه 93 نقطة في 29 مباراة، أو يمكن فاز في 29 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسارة 3 مواجهات فقط وتسجيل 99 هدف وتلقى فقط 26 هدف. وطبعا زي ما احنا قلنا في البداية رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 8 ألقاب في تاريخه بالبريمير ليج واحتل المركز الخامس في قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبريمير ليج. والحقيقة يعني أن اليوم السابع رصد الأندية الأكثر تتويجا وهي كالتالي: مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي الأكثر تتويجا برصيد 20 لقب، وليفربول طبعا 19 لقب، أرسنال برصيد 13 لقب، وأفرتون 9 ألقاب، مانشستر سيتي 8 ألقاب، أستون فيلا يعني يمكن فاز ب7 ألقاب فقط، وتشيلسي وساندرلاند يمكن هما الاثنين متساويين في الفوز ب6 ألقاب لكل منهما، ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد وينزداي يمكن ب5 ألقاب لكل منهم.
أخيرا عنواننا الأخير من روسيا اليوم، الحذاء الذهبي الأوروبي الترتيب النهائي لأفضل 10 هدافين. أصدر الستار أيضا يعني يمكن زي ما احنا اتكلمنا في العنوان الماضي، وأيضا يمكن تقرير روسيا اليوم برضو اتكلم عن إسدال الستار على بريمير ليج وعلى الدوريات الأوروبية بشكل عام لموسم 2021-2022 لكرة القدم. والحقيقة أن تصدر طبعا روبرت ليفاندوفسكي جدول ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي. ويمكن أيضا روسيا اليوم عملت إحصائية وكمان يعني كانت مهتمة بفكرة ترتيب الدوريات الأوروبية في موسم 2021-2022 وأفضل الهدافين اللي جم في هذه القائمة. يمكن طبعا زي ما احنا قلنا في بداية التقرير ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ 70 نقطة ب 35 هدف، أيضا مبابي باريس سان جيرمان 56 نقطة 28 هدف، كريم بنزيما ريال مدريد 54 نقطة ب 27 هدف، وتشيرو إيمومبلي بلاتسيو 54 نقطة ب 27 هدف، وسام بن يدر موناكو 50 نقطة ب 25 هدف، أوهي أومانغفو 49.5 نقطة برصيد 33 هدف، وفي المركز السابع فلاهوفيتش. طبعا يعني يمكن هذه الإحصائية كانت على لعبه في فيورنتينا ويوفنتوس، الحقيقة أن هو 48 نقطة ب 24 هدف، وفي المركز الثامن باتريك تشيك طبعا اللي بيلعب لبايرن ليفركوزن ب 48 نقطة 23 هدف، وأكيد طبعا نجمنا المصري محمد صلاح احتل المركز التاسع من ليفربول 47 نقطة 23 هدف، وأخيرا في المركز العاشر سون هيونغ مين طبعا اللي بيلعب لصالح توتنهام برصيد 46 نقطة 23 هدف. طبعا دي كانت كل العناوين البارزة الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر البوابة نيوز لجولتنا الصحفية. بشكركم جدا، العودة ليكم مرة أخرى. جميل كالعادة، بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية، ونروح بقى معاكم للرياضات العالمية المختلفة. بس قبل ما نروح للرياضة العالمية أنا عايز أقول لك خبر بتاع فوز نور الشربيني تحديدا. يعني احنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير طبعا، وقلنا السي في بتاعها، وهي طبعا هي مواليد 95 والرانكينج بتاعها هي رقم واحد يعني على مستوى العالم رقم واحد. فحاجة لا يعني كان واحدة عندها 26 سنة تقريبا ومصرية، وهذا الاحتراف والعالم كله على فكرة بيشيد بيها. لا يعني الواحد أنا بنبسط بصراحة، مش عشان والله مش عشان منحازة للمرأة أو غيره، الموضوع مش كده خالص، بس الواحد بينبسط لأن أنت دلوقتي مصر بتتوج أو اسمها أو العالم بتاعها بيترفع في محافل دولية مختلفة في رياضات مختلفة. يمكن زمان كانت رياضة واحدة وكنا بالعافية، دلوقتي لا الموضوع واخد حيز تاني خالص، ورجال وسيدات بتتكلم مش بس مثلا رجال. فلا حلو قوي اللي احنا بنسمعه ده، ومزيد ان شاء الله كمان من التألق للاجيال اللي جايه جديده، وده اللي احنا بنرجوه تاني. وهنرجع نقول على باريس، اولمبياد باريس 2024، اتمنى ان يكون في ميداليات من نصيب مصر اكتر بكتير وذهبيه، لان احنا نقدر. فيعني بس نشتغل طبعا من دلوقتي، هي دي النقطه. نطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل كلام. تمام، يا اهلا بكم مره ثانيه في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في الجزء الاول من حلقتنا، اتكلمنا طبعا مش باستفاضه قوي، بس يعني القينا شيء من الضوء على قوه المنافسه في الدوري الانجليزي، وعن اللي كلنا شفناه وتابعناه من مباريات قويه جدا بالامس، وشفنا جمال يعني حاجه عظيمه جدا ومنافسه وروح، وشفنا كمان عوده ميلان للدوري الايطالي. هنتكلم باستفاضه في فقرتنا دي عن كل المشاهدات دي يرحمكم الله، طبعا مع ضيفتنا اللي النهارده بنحضرها يعني خارج اطار التقارير بقى، هي منورانا النهارده منا عمر الناقده الرياضيه. صباح الفل عليك يا منى، صباح النور عليك يا كريم، ميرسي ربنا يخليك. صباح الخير عليك، صباح النور يا نهى يرحمكم الله. متألقة جدا ومن الصحفيات بجد في مجال الرياضة اللي أثبتوا نفسهم وبشكل كبير بجد والله، دي مش مجاملة. أنا وكريم دايما بنقول عليكي كده. خلينا بقى نبدأ معاكي امبارح بأنهي دوري فيهم، نبدأ بالإيطالي، إيه رأيك؟ ماشي. أنا وكريم في الانترو لو سمعتينا كنا بنتكلم إن الدوري الإيطالي لما ابتدى ما كناش لسه قادرين نحط إيدينا على زي ما بتقال الحصان الكسبان، كانت لا كل مباراة بتغير في الخريطة، كل شوية تتوقع حاجات، كان في ناس بتتوقع فوز مثلا فرق تانية، لا تيجي بعد كده تلاقي اي سي ميلان، ناس كتيرة كانت برضو مش متوقعة ان ابراهيموفيتش هيحقق الحلم اللي هو قاله في البداية. ف
كنت متوقعة ده ولا شفتي ازاي الدوري الايطالي الموسم ده؟ لا الحقيقة طبعا ما كنتش متوقعة زي بقية الناس او زي بقية المتابعين. لا طبعا ما كناش متوقعين ان ميلان يقدر ان هو يحسم الدوري السنة دي. بس الحقيقة ميلان يعني عانى المواسم اللي فاتت بشكل كبير جدا، تغيير لعيبة، تغيير أجهزة فنية، تغيير إدارات، فالحاجات دي كانت طبعا بتأثر بشكل سلبي جدا على أداء الفريق وعلى نتائج الفريق. كمان اللي كان مفاجأة السيزون ده كمان غير تتويج ميلان كان يوفي. يوفنتوس من بداية الموسم وضعه غير مستقر بالمرة، أليجري مش مفهوم، أداء متذبذب، طريقة لعب مش اليوفي، مش جماهير اليوفي اللي طرد، مش طريقة اللعب اللي ترضي جماهير اليوفي تماما. يعني النهارده يوفي في المركز الرابع، يعني مش هقول لك الفرق ما بينه وما بين ميلان، لا ده الفرق ما بينه وما بين نابولي الثالث 9 نقط، فبنتكلم في جاب كبيرة جدا. يعني يوفي اللي كان مؤخرا حاسم لقب الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية، بس ده مع رونالدو يعني ما كانش التسعة مع رونالدو، بس كان متألق مع رونالدو برضو. هقول لك على حاجة يعني هواند بالعكس رونالدو كان بينتقد جدا في يوفي جدا، وكانت يعني دلوقتي لو قارنا بوجود رونالدو من عدمه دلوقتي أفضل؟ لا طبعا اكيد مش افضل. رونالدو مع اي فريق حتى مع مانشستر يونايتد حاليا، ويونايتد مستواه متراجع، رونالدو شال يونايتد في ماتشات كتير. يعني لولا وجود رونالدو اعتقد كمان كان مركز يونايتد في الترتيب ما كانش هيبقى اللي هو فيه دلوقتي. يعني رونالدو وميسي الاثنين اكيد كل واحد ليه خلفيه وليه حساباته الخاصه، واكيد كل واحد بيدور على مصلحته من وجهه نظره، بس الاثنين صورتهم اتهزت قوي وفعاليتهم اتهزت قوي بعد ما سابوا فرقهم الاصليه. بص يا كريم هقول لك، احنا دلوقتي لو هتيجي تتكلم بقى خلاص يعني عصر رونالدو وميسي انتهى، هما دلوقتي السن حلاوه روح يعني السن دلوقتي. ابراهيموفيتش حاجه و40 اهو مكسر الدنيا. ابراهيموفيتش حاله خاصه شوف امبارح اصلا هو داخل ارضيه بسيجار بحاجه كاريزما تانية خالص، كاريزما تانية خالص يعني. على فكره عايز اقول لك على حاجه كمان، يعني يمكن ميسي ورونالدو قرار الاعتزال بالنسبه لهم اقرب من ابراهيموفيتش، على الرغم ان ممكن يكون زي ما انت قلتي كده ابراهيموفيتش اكبر يعني. بس ابراهيموفيتش اصلا عنده فوبيا ان هو ياخد قرار الاعتزال. يعني هو حتى طلع يتكلم قبل كده وقال هو خايف لو خد القرار ده وقعد في البيت يعني يندم، شعور انه ما ينزلش تدريب، ما ينزلش ملعب، ما يلعبش، ما يسجلش، هو خايف من الموضوع ده جدا او من الفوبيا دي جدا. هو عموما شخص استثنائي دي حقيقه في قراراته وفي طريقه تفكيره، ناهيك عن سلوكياته وتصرفاته. كاريزما مختلفه تماما يعني صحيح. ابراهيموفيتش يعني لاعب اعتقد صعب ان هو يتكرر يعني. تعالي بقى نروح برده للصراع اللي كان داير طول الفتره، طول الاسابيع والشهور اللي فاتت بين المان سيتي وبين ليفربول. مبدئيا كده الى اي درجه شايفه ان المان سيتي يستحق فعلا ان هو اللي يحسم اللقب؟ وشفت الصراع ما بينهم لغايه اخر ثانيه في الماتشين النهائيين كان عامل ازاي ما بين ليفربول والمان سيتي؟ حاجه فعلا غريبه جدا. بص يعني انا ممكن يكون رايي هيبقى شكلك مجروحه ولا ايه؟ شويه. لا انا بشجع سيتي، فهتقول لي يا نسبه الفوز، هقول لك طبعا يستحق 100%. طب وابننا؟ ابننا انا عايزه اقول لك انه لما ما لعبش امبارح او ما كانش اساسي وسون في توتنهام سجل، لا انا بقيت قاعده مش لا صلاح لازم ينزل ويسجل، لانه لا احنا صراع الهداف في البريمير ليج صلاح حسمه من بدري جدا. يعني حتى لما غاب عن ماتشات بريمير ليج لما كان مع المنتخب في كاس الامم كان هو برضو المتصدر، يعني راح ورجع وهو المتصدر. أيوة. فحرام ان هو يخسره في اخر جوله. يعني طبعا سون لاعب توتنهام لاعب عظيم، لاعب تقيل جدا، موهوب جدا، قدر ان هو يعني ينافس صلاح لحد اخر جوله، سجل امبارح هدفين، فعشان كده اتحسمت في الاخر ان هم بالتساوي ما بينهم. بس الحمد لله طبعا صلاح سجل، يعني لو كان ما سجلش او
جدا 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 هتزعلنا كلنا. وصلاح ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله في دوري ابطال اوروبا. يا رب يا رب ان شاء الله. صوره حضاريه لو تسمحي لي بس اتكلم عن النقطه دي قبل ما نروح لحاجه ثانيه. صوره كانت حضاريه في الملاعب بنتكلم تحديدا في انجلترا يعني بعد النهايه وخلاص اعلان الفايز بالدوري الانجليزي ما كانش في اي مشاحنات يعني. وده على فكره على غير العاده يعني الجماهير برده الانجليزيه عندهم تعصب شويه بنشوف او كنا الفتره الاخيره شفنا قد ايه كان في مانشيتات حصل صراعات وحاجات زي كده وضرب والبوليس جه بتاع. بس امبارح كانت صوره حلوه بصراحه. صوره حلوه جدا وعائليه في سيتي أسر اللعيبة موجودة، في ليفربول أسر اللعيبة موجودة بولادهم بعد المباراة ما خلصت. حتى ليفربول لما خسر الدوري العائلات نزلوا احتفلوا مع الجماهير. بس كان ابننا تعكنن خلاص دي حقيقة. وكان باين وكان باين بالظبط الحقيقة كان يعني كان باين عليه قوي. كان باين عليه قوي في الصوت. طبعا طبعا يعني نتمنى لصلاح كل التوفيق يعني. وما كنتش هزعل قوي طبعا لو ليفربول هو اللي حسم يعني. مش بس يقال وكان في صور مش عارف انت شفتيها ولا لا يا هوندك، اللحظه اللي محمد صلاح راح على الجماهير عشان يحتفل معاهم بالهدف اللي هو لسه مسجله حالا، واحد من الجمهور وعاملين كده دايره حواليه منه اللي هو بيقول له النتيجه بتاعه استون فيلا، فهو اللي عاد من عليه. احنا عايزينه الراجل ده نجيبه المشجع ده. صلاح الهدف بتاعه كان هدف الفوز لان ليفربول كان متعادل 1-1، فصلاح لما نزل سجل الجون الثاني. أيوة. فلو كان سيتي لسه خسران كان يبقى ليفربول هو البطل بالزبط. فهو يعني هو شاور له ان ده 3-2 النتيجه هناك يعني. هو الحقيقه سيتي خلص الماتش في 6 دقائق معرفش ايه. وفي ساعتها الرياكشن بتاع صلاح كان بليغ جدا، اتحول من السعاده الغامره الى الكآبه 180 درجه 180 درجه. ما خلاص اصل دي منافسه على لقب وخلاص كده لقب محسوم يعني. كنت بتسالني يا كريم على الصراع اصلا ما بين ليفربول وما بين سيتي. انا عايز اقول لك ان في بدايه الموسم اصلا ولا ليفر ولا سيتي كانوا من المرشحين للقب بريمير ليج. كان الاقرب كانت تشيلسي بعد ما كان كسبان دوري ابطال اوروبا مع توخيل طبعا فاز على سيتي يعني معاه سكواد كويس جدا داخل الموسم منتعش زي ما احنا ما بنقول بادئ اول 10 جولات كان تشيلسي هو المتصدر ليفربول كان الثاني سيتي كان الثالث لحد الجوله تقريبا كانت ال 11 كان الفرق ما بين كان سيتي الثالث تقريبا كان معاه 20 نقطه فانت بتتكلم في بعد 11 جوله انت معاك 20 نقطه فانت تقريبا خسران 10 نقط يعني. بس بعدها من مثلا هنقول من الجوله 11 لحد الجوله 22 الفرق ده او في الفتره دي سيتي قدر ان هو يكسب كل الجولات بتاعته فقدر ان هو ياخد الصداره البريمير ليج في نفس الوقت تعصر تشيلسي وتعصر ليفربول. كده بنقول ما فيش حاجه مضمونه في كره القدم. ايوه خالص في الفتره دي انا هوان زي ما بقول لك كان حتى الفرق ما بين سيتي وما بين ليفربول وصل لثمان نقط. ايوه فانت بتتكلمي في خلاص يعني فاضل 10 جولات وخلاص الموضوع محسوم. لكن طبعا جوارديولا لازم يسيب البصمه يخلينا معاه على اعصابنا لحد اخر جوله. نروح فاصل منا ونرجع لان عايزين بقى نفتح ملف دوري ابطال اوروبا ونتكلم عن العقود والارقام وشويه حاجات كده. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. طيب هنتكلم دلوقتي عن ملف دوري ابطال اوروبا وعندنا يعني الريال وعندنا ليفربول. كفه مين ارجح للفوز باللقب بتشوفي؟ وهل فعلا زي ما بيتقال الريال اصلا وصل بالصدفه زي ما كنا بنتكلم؟ انا شايفه ان ليفربول كفته ارجح. ليفربول هي هتبقى قفله وحشه برضو يعني. ليه؟ لا لا ليفربول لا هتبقى قفله وحشه لو ما كسبش. ما بالظبط بالظبط خساره متكرره. دي حقيقه. ليفربول اتقل من ريال مدريد في السكواد حاليا. يعني بصي على السكواد هنا بصي على السكواد هنا لا هتلاقي ليفربول كفته اقوى. رغم ان هو اوفر حظا يعني هو كان محظوظ اصلا في مشواره للنهائي يعني قبل في 16 انتر ميلان كان لاعب بنفيكا لاعب فيريال في نصف النهائي فزي ما احنا بنقول كده سكته كانت سهله يعني. ريال مدريد كان اصعب يعني كان مشواره اصعب لانه قابل باريس في 16 بعد كده تشيلسي بعد كده سيتي في نصف النهائي ويعني هو تاهل كمان حظ يعني هي مشيت معايا صراحه يعني لان هو حتى قبل المباراه لما احنا بنتكلم احنا مع بعض يعني انه ريال مدريد ولا مانشستر سيتي لا مانشستر
مانشستر سيتي اقوى، مانشستر سيتي هو اللي هيقدر يعدي. بس انا في وجهه نظري ان سيتي اصلا خسر التاهل من المباراه اللي كانت على ملعبه، اللي هو ما قدرش يحافظ فيها على لما كان متقدم 4، ان هو طبعا الماتش انتهى 4-3 يعني، فطبعا دي فرقت جدا مع ريال مدريد في المباراه. ما كانش متوقع برده كنتيجه، وعلى ارضك كانت خالص غريبه جدا خالص. فريال مدريد في 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 مباراه العوده برده دقيقتين او دقيقه رودريجو نزل خلص المباراه تماما. ده يخوف يعني. بقى حظ ريال مدريد غريب قوي. طب وحظ ليفربول قدام ليفربول نشوف. طب ايه حظ ريال مدريد وحظ ليفربول يعني؟ لا بس انا اعتقد ان ليفربول يعني المرشح الاوفر حظا ان شاء الله يعني. هو فكره ان هما الاثنين نجوم كريستيانو رونالدو قعد فتره طويله حتى كان بينتقد طبعا. دلوقتي بنزيما زي ما جماهير ريال مدريد يعني بتقول بنزيما هو البابا يعني. فبنزيما دلوقتي وهو افضل لاعب، اخذ جائزه افضل لاعب في السيزون ومن خارج فرنسا كمان. جميل. اصل فرنسا يعني. طب بصي عشان يعني اخر حاجه في ملف دوري ابطال اوروبا، معلش لان ده سؤال متكرر وتكهنات بقى كتيره تاني، عقد ماني، ومن الاخر لو عندك معلومه، ومحمد صلاح البعض بيرجح كفة الماني ما عندوش مشكله خالص، ان ماني برضو فكره العقد والشروط اللي في العقد اللي هي النسبه وكده ما عندوش هو مشكله فيها قوي، على عكس صلاح هو بيشوف ان هو يستحق يعني مبلغ معين او رقم معين. كنت سالت الزميل عزيز كريم سعيد عن الموضوع ده، هو كان قال متوقع ان لن يتم التجديد او صلاح مش هيجدد مع ليفربول، فده كان توقع مختلف شويه. بتشوفيها ازاي منا ده؟ هي الفكره يا نهاوند ما بين ماني وما بين صلاح مش مين ليه شروط، هي الفكره ان ماني ما طلعش اتكلم بس، وكلوب حتى لما اتسال على ماني ولا عبر من خلال اي منبر يعني خالص. وكلوب لما اتسال على ماني وتجديد عقد ماني قال انا مش هغلط الغلطه اللي غلطتها مع صلاح واتكلم في الموضوع. فهي دي الفرق ما بين الاثنين. صلاح لما طلع يتكلم او وكلوب كمان لما اتكلم وضح وقال الفكره يا جماعه مش فكره ماليه اكتر ما هي فكره تقدير، هو عايز يحس ان هو مقدر. سقف رواتب ليفربول دلوقتي اعلى 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 راتب فيرجيل فان دايك 220 الف استرليني في الاسبوع. ليفربول عشان يعلي على ال 220 زي ما صلاح عايز يوصل، صلاح عايز يوصل 350 او 375 يبقى متساوي مع دي بروين نجم مانشستر سيتي. فعشان يوسع او 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 فارق الراتب ده يعليه، دي هتعمل مشكله في 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 غرفه ملابس ليفربول، هو ممكن ما يقدرش يسيطر على اللعيبه. ما هو صلاح بالنسبه لنا طبعا النجم أوحد يعني، بس في نجوم تانية هتطالب بده، في نجوم تانية هتطالب ان هي او لما تيجي تجدد عقودها هتبقى عنده يعني الكثير من الـ يعني هي التفاصيل اللي هتساعده في مهمته يعني، بمعنى عنده 100 أمارة تخليه يعني يبقى منطقي جدا في طلباته. ما هي دي ما بتتحسبش كده برضو في اوروبا يا كريم، مش زي عندنا يعني. ما فيرجيل فان دايك عنده أمارة، أليسون بيكر عنده أمارة، ماني عنده أمارة، لويس دياز عنده أمارة، هتيجي تبص على جوردن هندرسون قائد الفريق عنده أمارة. إنجازات محمد صلاح لا تقارن بمعظم الأسماء اللي أنت قلتيها. لا تقارن من ناحيه ايه؟ من ناحيه عشان اهداف، علشان رانكينج يعني، عشان وقيمه تسويقيه والكلام ده كله برضو انا ما عنديش فيه مشكله، بس انا كاداره انا بيبقى عندي بالظبط عندي سقف وعندي رولز معينه انا ما ينفعش اعديها حتى لو كان مين النجم. بايرن ميونخ بيعمل كده يعني، عملها كده مع لعيبه كتير، ما عندوش مشكله خالص ان نجم الفريق يمشي، بس انا ليا رول معينه انا مش هينفع اعديها. فهي دي فهي في اوروبا اللي حصل مع ميسي في وقت من الاوقات كمان كان في لغط كتير كبير حوالين القصه دي والرقم برشلونه طبعا، واصلا برشلونه كان وقتها كمان ماديا هي دي كانت الفكره اصلا في رحيل ميسي كمان، عشان كمان قانون الجديد اللي اتعمل في الليجا، لان برشلونه من الانديه اللي سقف رواتبها عالي قوي قوي يعني، غير ريال مدريد مقارنه بريال مدريد لا ما تلاقيش سقف الرواتب قريب يعني. حتى كانت اتقالت مره في تقارير ان راموس كان عايز يتساوى بعقد بيكيه، رغم يعني شوف راموس وشوف بيكيه وشوف مين فيهم زي ما احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي مين فيهم ليه امارات اكتر يعني، راموس ولا بيكيه؟ لا طبعا راموس كفته ارجح، لا ما ياخدش زيادات بعد اللي عمله مع ابننا محمد صلاح. مش هننسى 2018 ولا يورو يا نهاوند ولا يورو يطلع زياده. اي دي كانت من ضمن الاسباب ان صلاح نفسه يقابل ريال مدريد يعني. منا نورتينا، الوقت للاسف ما بيعرفش بيجري كده في فقرات معينه، بس ان شاء الله نشوفك تاني معانا باذن الله. باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا على وجودك، نورتينا ونشوفك على خير باذن الله. هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا، خليكم معانا.
زي ما نوهنا في بداية الحلقة هنتكلم في الفقرة الأخيرة وهي فقرة طبية، بس هنتكلم تحديدا عن الملف فكرة هنا زيادة الوزن. الناس اللي بتلجأ ان هي تخس ودايت بقى وحاجات كتير قوي مؤخرا سمعنا عنها، ايه الصح فيها ايه الغلط؟ طب احنا بنخس ونرجع نتخن تاني ليه؟ طب احنا بنتخن ليه اصلا؟ ما هو طبيعي ان احنا ناكل يا جماعة، طب بجد بنتخن ليه لما بناكل؟ يعني خلينا اصل متعة والله يا دكتور، خلينا نعرف كل ده يعني، وازاي ممكن كمان، وايه اصلا انواع السمنة، لان في انواع طلع في انواع للسمنة. خلينا على كل حال نتكلم في كل ده مع دكتور علاء الدين احمد، هو اخصائي التغذيه العلاجيه. بونجور جدا. بونجور ورحمه الله وبركاته. اه والله فقره والله يعني اعتقد تفيد كل يعني رجال وسيدات وكبار وصغار ويعني فوق السن وتحت السن. طبعا كل الناس، ربما ما فيش بيت لا يعاني من شخص عنده سمنه تقريبا يعني. ممكن يا دكتور في الاول بقى تقول لنا اصلا ايه انواع السمنه؟ نطلع في كذا نوع اللي هي المنخفضه حاجه كده ولا المتوسطه؟ تمام. خلينا اول بقى قبل بس ما ادخل في السمنه، اولا انا سعيد اني موجود مع حضرتك، وسعيد ان انا موجود في بيتي، واحد مصادر السعاده بالنسبه لي قناه النادي الاهلي. نورنا والله يا دكتور. تعرف حضرتك ايه من ضمن اكتر الحاجات اللي بتحسن الحاله المزاجيه بتاعتي؟ الاهلي. لا لا، ما يكسب وفي اي العاب. لا لا بجد حضرتك لو بتشوفيني، لا حضرتك لما بتشوفيني وانا بتفرج على ماتشات الكوره، او لا 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 ببقى في قصه تانية خالص. اه يعني لا، ما هو احنا كنا بنقول على 2020 وقت لما كان الكوفيد والعالم كله حزين، واحنا الحمد لله عمالين بطوله ورا بطوله. كنا بنقول لك مفيش حاجه تانية والله. مصدر السعاده فعلا للامانه. ده واقع يعني. خلي بالك هو في علاقه ما بين الحاله النفسيه والسمنه. حضرتك اثرتي سؤال في منتهى الاهميه. والسؤال ده خلينا نقول في حمله 100 مليون مواطن او 100 مليون صحه اللي كانت الرئاسه متبنيها، هتلاقي من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل كان موضوع السمنه. لان السمنه، هل السمنه شيء اساسي وضروري ولازم نتم السيطره عليها؟ لان حضرتك لو رحت لاي تخصص، سي لو رحت مثلا لدكتور العظم، دكتور البطنه، دكتور القلب، دكتور العيان اللي عنده كوليسترول، العيان اللي عنده سكر، كل ده اول حاجه بيبص عليها هو موضوع السمنه، ولازم يعالج موضوع السمنه. وده في الجزء الثاني هنقول هنعالج ازاي السمنه بطريقه صحيه. حضرتك سالت سؤال ما هي انواع السمنه. عشان اعرف انواع السمنه، في اصبح لازم يبقى عندنا حاجه اسمها ثقافه الميزان. يعني ايه ثقافه الميزان؟ الميزان لازم يبقى شيء اساسي عندنا في البيت، من الاساسيات وليست من الكماليات. ما احنا بنخاف، ما هو حضرتك عشان نقابل اي مشكله الواحد بيخاف والله الصبح لو متعشى تقيل. بص حضرتك، حضرتك نتعشى تقيل من ضمن الثقافه الغذائيه ما بنتعشاش. صح، بس الانسان ضعيف يا دكتور علاء والله. بص حضرتك، هي شهوه ولازم طبعا الشهوه دي اتحكم فيها. صح. وعلى فكره برضو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها ازاي اتحكم في الشهوه. تمام. نيجي نتكلم، هل النهارده السمنه ليها انواع؟ ليها انواع. الاساس فيها الوزن، يبقى لازم يبقى عندي ثقافه الميزان. يعني ايه ثقافه الميزان؟ يعني انا عندي الميزان محطوط في حته ثابته، محطوط بوزن نفسي بلبس معين ما يغيروش، بوزن نفسي في وقت معين في مكان معين. يعني ما اجيش النهارده اوزن نفسي مثلا في الريسبشن، اجي الاسبوع الجاي اوزن نفسي في اوضه النوم. ايه ده بقى، ايه العلاقه؟ لان حضرتك هنا تغيير حاجه ليها علاقه بالحاجه الميكانيكال، يعني حاجه، يعني انت ممكن نوع البلاط اللي تحت الميزان. لا. امال ايه يفرق في القرار اللي بيدالك الميزان؟ طبعا. يعني مثلا ممكن تلاقي اوضه النوم معموله مثلا باركيت، هتلاقي مثلا سي الريسبشن معمول رخام. يعني اللي بيخسس اكتر. لا مش يخسس، انا من هنا اظبط وزني، اظبط وزني على الميزان. العامل طبعا ده مهم جدا. وبعدين هل انا بوزن نفسي قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ اثبت كل ده. المفروض اول ما نصحى ده الوزن اللي بيكون. ده صح. انا جبت القراءه بتاعتي، بقسم الوزن بتاعي على مربع الطول، ومربع الطول ده حسبه بسيطه جدا، بجيب الوزن انا عارف طولي بيطلع رقم، باخد الرقم ده اوزنه تاني على طولي، يبقى انا كده جبت الوزن على مربع الطول. يعني الثقافه الموجوده اللي يقول لك الست تبقى نفس، يعني لو انا مثلا 170 يبقى انا ابقى يبقى 60، ولو راجل 170 يبقى 70 كيلو. ده كان زمان من ضمن المؤشرات، او اللي احنا نقدر نقول ان الراجل ده عنده سمنه. لا دلوقتي لا، هو في حاجه اسمها مؤشر الكتله، انا بقول لحضرتك ده اسمها مؤشر الكتله. ده بقى غلط خلاص، او دي ثقافه خلاص. مصيبه لو عايزين يبقى 60 كيلو. لا، بجيب الوزن على مربع الطول. بيطلع عندي الرقم بتاعي، الرقم بتاعي ده بيقول لي هو انا في انهي حته؟ هل انا بعاني من سمنه؟ اوفر ويت ولا ارقام بتطلع لي، لو ببساطه لو من 19.9، يعني من 20 ل 25 فانا هنا وزني مثالي. واخد بالك؟ من 25 ل 29.9، خلي بالك انت عندك زياده في الوزن، بس تيك كير انت هتدخل على سمنه. من 30 ل 35 دي الدرجه الاولى في السمنه اللي هي بيسموها السمنه البسيطه. من 35 ل 40 دخلنا في سمنه متوسطه، بعد كده من 40 ل 45 دخلنا في سمنه مفرطه. ده الفات هي اللي من 40، يعني البرسنتج دي بتاعت الفات ولا بتاعت ايه؟ لا، هو ده مؤشر الكتله بتاع جسمك، الكتلة. جسمك. أوكي. خلي بالك مؤشر الكتله بيقول كده، وده بينعكس على
ان انت في اي نوع من انواع السمنه، بس خلي بالك زي ما قلنا واتفقنا ان مؤشر الكتله ده لا ينطبق لا على الرياضيين ولا على الاطفال. طيب في مفروض حضرتك هتكلمنا عن دواء يعني او يعني زي ما بيتقال كده مش شرط دواء بس حاجه فعاله فيها تمام. ماده فعاله جدا ممكن تمام. ان هي تساعدني تمام. بشكل كبير او زي ما بيتقال عامل مساعد. ايه بقى واشرح لنا كده بشكل كمان مفصل يا دكتور عشان نقدر بيستا نستوى. انا جاي اتكلم على بيستا. بيستا بيستا وهو منتخب ذا بيست لان هو فعلا الافضل وهنعرف ليه الافضل. هي. اولا هو مش دواء هو مكمل غذائي كويس. يعني خلي بالك انا حاطط فيه مواد طبيعيه في صوره سهله انك تاخده، صوره بيتحط في ظرف كده نظام باكت بودره بتتذوب في كوبايه ميه. هو بيتكون من ست حاجات، اول ثلاث حاجات محطوطين مع بعض بيتكون من الشوفان والسيليوم ورده القمح. ده الثلاثه بيخسسوا اصلا. الثلاثه دول هم بيسموهم فايبر، بيسموهم الياف بالظبط، وليهم تقسيمه فيهم الياف ذوابه في الدهون زي الياف ذوابه في الميه زي الشوفان والسيليوم. دول بيعملوا ايه؟ حضرتك لما بتاخديهم بينفشوا في المعده، فلما ينفشوا في المعده ياثروا على الشبع. انا الله ينور، عشان كده بنتكلم بنقول ان البيستا هو اول منتج مصري بيتحكم في الشبع ومعدلات الشهيه. خلي بالك المعدلات الشهيه جايه منين بقى؟ جايه من رده القمح. رده القمح بيسموها الياف غير دوابه. يعني بتفضل فتره طويله في الامعاء وبالتالي بتديك احساس بالشبع. يبقى انا اتحكمت في الشهيه بتاعتك عن طريق ان انا حاطط لك السيليوم والشوفان، واتحكمت في معدلات الشبع بتاعك بان انا حطيت اللي هي رده القمح. حلو قوي. ده مش كده وبس. خلي بالك احنا بيبقى عندنا مشكله مع مريض السمنه لما باجي اعمل له نظام غذائي ان هو بيبقى عنده عارفه بيخش في مني في مشاكل كبيره، ممكن تساقط شعر، ممكن بيبقى ليه؟ لان الفيتامينات اللي داخله عنده قلت. صح. لا انا مش كده وبس، حطيت بقى عندي في البيستا حطيت الكروميوم 500 مللي جرام، على فكره ده المنتج المصري الوحيد اللي موجود في السوق المصري اللي فيه هذا التركيز، اعلى تركيز من الكروميوم. على فكره الكروميوم هي ماده موجوده في جسم الانسان. ايه مش قصتها بتعمل ايه؟ بتزود حرق النشويات، والنشويات ده نوع من انواع الكربوهيدرات، وخلي بالك الكربوهيدرات بتمثل 60% من الوجبه بتاعتنا. يعني الوجبه السليمه المفروض 60% كربوهيدرات و20% دهون و20% بروتين. انا بشتغل ده على 60% عن طريق الكروميوم، فالكروميوم ده بيزود من حرق النشويات وكمان بيحسن من معدلات فرز الانسولين، والانسولين ده اللي هو بيعمل ايه؟ بياخد الجلوكوز اللي موجود في الدم علشان يدخله الخلايا فيتم عمليه الحرق. فبيحرق بالراحه يعني؟ الله لا هو بيزود معدلات الحرق. اوكي. بس حرق داخلي. اه خلي بالك انا هنا انا مش بديك سعرات حراريه من بره، لا انا بخلي الطاقه اللي انت محتاجها هديها لك من جوه جسمك. صح. تمام؟ حلو ده. نيجي للال كرانتين، الال كرانتين ده حضرتك ماده موجوده هو معظم الجيمات بيدوها للشباب اللي عندهم، ليه؟ دي بتحرر الدهون اللي موجوده في الجسم وبتزود من معدلات حرقها. ده في ناس بتاخد الال كرانتين ده لوحده. أيوة. بس بيبقى أيوة. خطر لوحده. طبعا. وانا هنا بدي في صوره طبيعيه. اخر حاجه فيتامين سي، الال كرانتين على فكره التركيز بتاعه 50 مللي جرام، تمام؟ الفيتامين سي التركيز بتاعه 30 مللي جرام، وفيتامين سي كان واخد شهره الفتره اللي فاتت عشان كورونا. بنتكلم على مناعه، لا هو كمان اكتشفوا ان هو ليه دور في زياده معدلات حرق الدهون. تاني حاجه ان هو بيزود امتصاص الحديد، لان احنا برضو عندنا مشكله مع النظام الغذائي ان هو بيعاني مني، ممكن يخش مني في انيميا. بقول له لا اطمئني تماما مع بيستا، انا هديك دواء او مستحضر متكامل مكمل غذائي متكامل، مش هتعاني من الاثار الجانبيه نتيجه للنظام الغذائي اللي انت بتعمله. يبقى هنا بيستا بتعمل ثلاث حاجات، بتتحكم في معدلات الشهيه، بتزود من معدلات الحرق، بتصرف الحرق. ده اللي هو احنا محتاجينه اصلا وبصوره طبيعيه وكل الليفلز باشكال السمنه المختلفه حضرتك بتتكلم عنها بصوره طبيعيه. لازم هنا برضو يتبادر لسان السؤال، طب البيستا دي اخدها ازاي؟ ما لسه كنت هقول لحضرتك، ده كبسوله بقى واحده في اليوم ولا كورس قد ايه برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ البيستا هو محطوط في نظام بواكي كده، العلبه فيها 10 بواكي، تمام؟ بفضل باكو على كوبايه ميه او على عصير من غير سكر او لبن من غير سكر، واقلبه كويس واخده قبل الاكل بنص ساعه، قبل الوجبات الدسمه الاساسيه اللي انت بتاخدها. في ناس على فكره ممكن تبقى الوجبه الدسمه بتاعتها الفطار، وفي ناس تبقى الوجبه بتاعتها الغداء، وفي ناس تبقى الوجبه بتاعتها العشاء. حضرتك قلتي في الاول ايه؟ ما انا بتعشى فبخاف اطلع الميزان. صح. انا بطمنك بقول لي حضرتك انا هديك البيستا النهارده ازاي؟ حضرتك هتاخديه قبل الوجبه الدسمه بالنسبه لك بنص ساعه. حضرتك لما هتاخديه هتلاقي نفسك انت كميات الاكل اللي بتاخديها بتقل. ليه؟ لان انا قللت لك حجم المعده. طب يبقى حلو ان احنا ناخده الصبح اللي هي الشديد ده، هو مش كابسول، هو لا بودره
تتذوق كوبايه ميه. ده اسهل بكتير، ان في ناس على فكره عندها مشكله مع البلع وحاجات زي كده، فانت يعني الموضوع سهل جدا. وطعمه التفاح يعني، طعمه هو باين من لونه بقى. طعمه ده قدامنا اهو، حتى هو فعلا ده هو متعامل مهم قوي الناس تتاكد برده من الشكل، علشان ده الشكل الاصلي، ما حدش بقى بالظبط يجيب حاجه مش بالظبط. وعلى فكره حتى كل حاجه بص في البيستا معموله صح، حتى شكل الظرف معمول بحاجه ما تسمحش بالرطوبه ان هي تخش جواه، لان انا بتكلم على بودره، فانا يهمني يبقى محفوظ او متعبي بطريقه صح، ده موجود في البيستا. اوكي، طب انا دلوقتي لو هي كيس واحد في اليوم، كيس واحد قبل الوجبه الدسمه اللي بتاكلها. تاني على فكره يبقى كيس هو واحد. عشان هو ماده طبيعيه، مكونات طبيعيه، فممكن حضرتك تاخده ثلاث مرات في اليوم لو انت الثلاث وجبات بتوعك دسمين. يعني واحد على فكره مثلا نروح الشغل يقول لك ايه هديها بقى ايه، هناكل بقى فول وطعميه بكميات كبيره، بقول له ثانيه واحده، حط ده بجيبك وقبل ما تفطر بنص ساعه خد البيستا كوبايه ميه. ده كان هينفعنا في رمضان ده قوي يا دكتور. طبعا، لان هو خلي بالك هتاخديه اول ما الاذان يأذن تروح واخده الكوبايه ونستنى. ما فيش بس هو على فكره هو يناسب جميع افراد اوقات السنه، ما هو حضرتك احنا بنفطر في الشغل وبعدين نرجع نتغدى الساعه 4 5 وبعدين نرجع نتعشى، ده لازم ياخد بيستا قبل الاكل نص ساعه. واحد بيقول لي يا دكتور والله انا فطاري قليل، اقول له لا خلاص ما تاخدش بيستا، بس انا بتغدى جامد شويه. اقول له لا، قبل الاكل بنص ساعه تروح واخد بيستا، هتلاقي كميات الاكل بتاعك قلت كويس جدا. والناس اللي ما عندهاش تنظيم للوقت ياخدوه الصبح بقى، عشان ايه؟ ممكن يقول لك انا ما اعرفش انا هتغدى الساعه كام وحاجات لا زي كده. لا، هو لازم يتاخد قبل الاكل بنص ساعه. ليه؟ مهمه بقى، لان هو لما بيتاخد بينزل المعده بينفش، فبيقلل حجم المعده، فتلاقي كميات الاكل اللي بتاخدها. وعلى فكره هي عمليات التكميم والتدبيس هي مبنيه على كده، ان هو يقلل حجم المعده. صح. انا قللتها لك بصوره بسيطه، فانا قللتها لك بصوره بسيطه جدا، انا مليتها لك الياف. طب انا بحب قوي الحاجه العملي. تمام. كيس معانا، حاله معانا، هنعرضها ودكتور علاء هيعلق، لان هي برضو كيس يعني شخص بيتحدث قد ايه الدواء اثر معاه بشكل مباشر وبشكل سريع. فخلونا يا جماعه لو الكيس دي جاهزه نعرضها ونرجع نكمل مع دكتور علاء. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي، لان طعمه كان طعم التفاح كأني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجة نهائي. أنا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليلة لأنه بيحسسني بالشبع لمدة طويلة. وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة إنه يجرب بيستا. ده كلام عظيم جدا، الصورة بتتكلم عن نفسها زي ما بتقال. بس أنا عندي سؤال، هو في قد إيه خس كده؟ بص، هي بيستا لو أنت مشيت على اللي إحنا بنقوله لك مع ممارسة رياضة بتخس من 8 ل 12 كيلو في الشهر على فكره. ياه، من 8 ل 12 ده حلو جدا. يعني احنا بنتكلم في الثلاث اشهر ممكن تنزل لنفسك نازل من حوالي افريج متوسط 20 كيلو. في الست اشهر طبعا، في الست اشهر. ما هي خلي بالك انا عملت ايه؟ انا قلت لك الاكل اللي داخل وخليتك تحرق من جوه جسمك، وفي نفس الوقت حطيت لك فيتامينز عشان ما تحسش ان عندك مشكله. هي هنا شركه بايونيتشرال عملت حاجه بورتفوليو متكامل. من ضمن المشاكل الكبيره اللي بتقابلنا مع مريض السمنه لما بيخش في نظام غذائي نتيجه لان كميه الاكل اللي بتقل، مجموعه الفيتامينز والمعادن اللي داخله جسمه بتقل، والفيتامينز والمعادن دي مشاكلها كتير. فاحنا حلينا المشكله دي ان احنا بنقول له احنا هنديك بيستا قبل الاكل، بس خلي بالك احنا محتاجين منك انك نديك حاجه فيها فيتامينز ومعادن، عشان كده عملنا القلب مالتي فيت. القلب مالتي فيت ده بقى المنتج الثاني المكمل لبيستا. انا ممكن اخد ده وده مع بعض بقى؟ هو حضرتك هو المفروض تاخد ده وده مع بعض. اوكي، ولكن في ورغم ذلك الناس تقول لك طب انا عايز ابتدي بيستا، خد. بس هو الصح انك تاخد بيستا قبل الاكل بنص ساعه، وبتاخد قلب مالتي فيت بعد الاكل بنص ساعه او ساعه ومع كوبايه ميه. عباره عن 13 فيتامينز ومعادن، لان انت زي ما اتفقنا ان مشكله الدايت اللي بتقابلنا ان كميه الفيتامينات والمعادن. عشان كده بقى تلاقي ناس ايه اللي بتعمل دايت او ماشي على نظام غذائي بتلاقي شعرها بيقع. صح. بتلاقي عندها هنا شحوب تحت العين. صح. واخد بالك في سواد تحت العين، تلاقي عندها مشكله في ضوافرها بالنسبه للسيدات. هو اللي بيحصل انا بقول له لا انا بقى
هديك مجموعه فيتامينات ومعادن في القلب مالتي فيت. القلب مالتي فيت فيه 13 فيتامين ومعادن اللي الجسم محتاجهم. صح. نتكلم اول حاجه مجموعه فيتامين بي كومبلكس اللي هي بانو بي 1 و2 و3 و5 و6 و12. ما دام بنتكلم على فيتامين بي يبقى بنتكلم في حاجتين في منتهى الاهميه. نتكلم على فيتامين بي بيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات اللي اتفقنا اللي هي بتمثل 60% من الوجبه بتاعتي. خلي بالك انا بديك فيتامينات ومعادن وبزود برضه معدلات حرق، ودي شطاره القلب مالتي فيت. يعني هو بديك حاجه انا برضه بديك فيتامينات بس انا بزود لك معدلات الحرق. الحاجه الثانيه فيتامين بي يبقى بنتكلم على حاجه تخص الاعصاب، عشان كده بتوع السكر دايما مريض السكر بياخد فيتامين بي. يبقى انا بقول للقلب مالتي فيت لا كمان خد كمان مريض السكر خد القلب مالتي فيت. في الزنك، والزنك ده الفترة اللي فاتت كان بيشتهر بان هو للمناعة، عشان كده حتى القلب مالتي فيت بنتكلم عليه بنقول ايه؟ بنقول له هو بيقوي المناعة ومصدر للطاقة الداخلية. تمام؟ الزنك هنا من ضمن الحاجات اللي بتقوي المناعة ومهم جدا لموضوع الشعر والأظافر. عشان كده بيوصف للسيدات القلب مالتي فيت. نتكلم على النحاس. النحاس ده اكتشاف ممكن نتكلم فيه حالات، النحاس ببساطة شديدة جدا بيعمل ايه؟ بيحسن من كفاءة الغدة الدرقية. ولما انا حسيت من كفاءه الغده الدرقيه فانا زودت من معدلات الحرق. صحيح. دي رقم واحد. بيقلل من علامات الشيخوخه، يعني لو انت منتظم على انك تاخد قلب مالتي فيت، عشان كده بنقول القلب مالتي فيت ممكن يتاخد من سن 13 سنه فور ايفر، ده ديلي روتين. يعني انت بتاخده يوميا مفيش مشكله خالص. بيقلل من كفاءه من علامات الشيخوخه. تاني حاجه بيزود امتصاص الحديد. في كمان الفوليك اسيد، لان برضو العيان اللي ماشي على نظام غذائي بيعاني عندنا من الهيموجلوبين، انا لا مديله الفوليك اسيد في القلب مالتي فيت. في الكالسيوم، والكالسيوم ده قصه طويله جدا. حضرتك لو رحت عملت فيتامين دي هتلاقي 90% من الشعب المصري عندهم مشكله في الفيتامين دي اللي هو بينعكس على الكالسيوم. تمام؟ صح. فهي النهارده انا بقول له لا انا بعالجك، وخاصه خلي بال حضرتك ان في السيدات بعد سن 45 سنه بيبقى عندهم هشاشه العظام، لان هم عاداتهم الغذائيه السيئه من الصغر ما بياخدش الكالسيوم بصوره منتظمه عن طريق اللبن او اللبن الزبادي، فبيأثر على اللونج. فانا هنا تمام. في البيوتين، البيوتين ده بيحسن من نظاره البشره والشعر والضوافر والحاجات دي. ده طبعا. البيوتين. في اخر حاجه هنتكلم فيها الفيتامين اي اللي هو بيسموه الفيتامين اي او اتش، ده بيحسن من معدلات الخصوبه، عشان كده برضو الرجاله تاخده. يعني بجد يمكن في وقت قدرت حضرتك تدينا صوره او زي ما بيتقال فول بيكتشر. بشكرك جدا دكتور علاء، واكيد نصايح مفيده جدا، ولسه لينا حلقات اكيد مع بعض تاني هتفيد حضراتكم. الحلقه كده خلصت، نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.